أين هو؟ أين هو الكاذب؟ أين هو الخاسر؟ أين ذهب؟ نجونا من جبير والحمد لله. علي أن أتسلل إلى البيت قبل أن يدركني غير جبير من الذين استدنت منه. أين هو؟ أين ذهب؟ سلم، تعال لهنا. أعجبني يا هذا، أنا أعلم أنك في البيت. لا تحاول أن تهرب مني يا سلم، فإني لن أتنازل عن ديني حتى لو اضطررت لبيعك في سوق الدواب. نجونا من جبير ووقعنا في عمير. هل دخل سلم الدار يا عمير؟ إنه في الدار وأعلم أنه يسمعنا. ومتى دخل الدار وأنا كنت في إثره منذ لحظة؟ منذ لحظة؟ تعني أنه ليس في الدار؟ لو أني أمسكته وأدركته لأذقته من العذاب أضعاف ما أذاقني من لوعة أخذ نقودي ونكر عهودي. هل لك عهد مكتوب أو وثيقة؟ لا، لقد وثقت بكلامه وحلو لسانه. لسان شاعر كاذب يسحر به عقول الأغبياء أمثالنا. ها؟ أغبياء أمثالنا؟ وهل تراني في جملة الأغبياء أمثالك يا عمير؟ احذر غضبي يا جبير، أنا أرد الكلام بالكلام. فبما ترد إذن يا ابن الخبازة؟ تعيرني بأمي يا ابن الحطاب؟ أبي ما كان حطابا وأمي لم تكن خبازة يا سفيه. جعلك الخوف تلهثل هذا الكلب. جاءتك فرصة العبث بي والسخرية مني يا ابن أنا، فاغتنمها هيا. أنا أحب أن أعابتك وأسخر منك في كل حين. ليس الآن، ليس الآن يا ابن هانئ، فأنا في أسوء حال. انتصف الشهر وجاءني من وعدته بسداد دين حين ينتصف الشهر. ليتني أجد مثل هذا الوعد ممن أحب. ها؟ هل لك دين على من تحب؟ هو أكثر من دين. كم هو؟ 100 دينار؟ زد قليلا. 200 دينار؟ أكثر. 1000 دينار؟ هل بين العشاق غير ديون المحبة والمواعيد يا ها؟ جنان، ليتني أنال منك وعدا. جنان، ليتني أنال منك وعدا. هيا يا نواسي، هيا أسمعنا من لوعتك التي يضرمها العشق ولا تجد سبيلا إلى إخمادها. يا سفيه، أتهزأ مني وأنت بهذه الحال؟ انظر إلى نفسك وأنت خائف هارب كأرنب دعمه ثعلب. بل ثعلبان، جبير وعمير. قل لي يا ابنها، ما الخلاص من هذه المحنة؟ وهل تراني أجد خلاصا من محنتي التي
جعلت البصرة تضيق بي وكأني في سجن. أموت ولا تدري وأنت قتلتني، فلا أنا أبديها ولا أنت تعلم. لساني وقلبي يكتمان هواكم، لكن دمعي بالهوى يتكلم. الله، هذا هو الشعر الذي ينسي المهموم همومه، لكنه يزيد في ناري ويجعلوني أفكر في الرحيل لأبتعد عن هذا الحب الذي عذبني ولا أجد منه خلاصا. حبك لجنان كديون التي تثقل بهري، ولكن أحقا تفكر في الرحيل؟ نعم، لقد سبقني كثير من الشعراء وأهل الأدب إلى بغداد ونالوا المال والراحة والنعيم. هذا ما نسمعه كل يوم، سافر فلان ورحل فلان. رحل، الرحيل، الهرب من الديون والابتعاد عن الهموم، هذا شيء يستحق التفكير فيه. هل لم تفكر في الرحيل قبل الآن يا سلام؟ ليس بشكل جدي، ولكني سأفكر في الرحيل، بل سأرحل. نعم سأرحل وسألتحق بالشعراء الذين وفدوا على بغداد لمقابلة الخليفة. ارحل وسألحق بك بعد حين. ولما لا تأتي معي؟ لابد أن نستوثق من أمر أولا. هل حقا لا سبيل إلى جنان وحبها؟ أنت في دنياك وأنا في ديوني. جنان، هذا أنت يا ابن هانئ؟ بل أخوك علي يا سلام. علي، أهلا أهلا يا أخي، تفضل. ما هذا الذي تفعل؟ أتلوي الرحيل؟ لقد عزمت على الرحيل. إلى أين يا سلام؟ إلى حيث تقودني قدماي. قدماك اللتان قد أتاك إلى كل سوء. أخي علي، أرجوك لا تسمعني لوما وتجريحا، دعني وشأني. لطالما تركتك وشأنك ولم أعترض سبيلك، فإلى أي سبيل اتجهت يا سلام؟ أنا اخترت ما وجدته يناسب هواي. بئس ما اخترت يا سلام، بئس ما اخترت. لقد أنفقت كل ما ورثته عن أبي، أنفقت آلاف الدنانير على هذا ليس من شأنك. لن تنجو اليوم من يدي، سأذبحك على مشهد من أخيك. وأنا سأسلخ جلدك بعد أن يذبحك جبير. ذبح وسلخ؟ على ماذا يا عمير وأنت يا جبير؟ لأجل 100 دينار و30 درهما يا علي. ولي أنا عند سلم من هذا 70 دينارا. إنها ديون، ديون لا أكثر، وأنا متكفل بإعادتها عند منتصف الشهر القادم. أي الشهر أيها الكذاب؟ وعدتنا قبل هذا الشهر وجاء أوان سداد الدين. هل قلوا انتمار؟ أتريدون أن أذبح أخي وأنا أنظر إليكم؟ أغمض عينيك أو ادفع الدين الذي علي، وليس هناك أي سبيل آخر. حسن 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 يا سلام، حسن. سأعطي كل واحد منكما 50 دينارا والباقي يصلكم بعد غد إن شاء الله. خذ، وخذ أنت أيضا. خذ، سأعود لسلخك في وقت آخر يا سلام. هيا هيا، تعال متى شئت، فلن تجدني هنا سأفارق البصرة ومن فيها. لا يكون الضرب خفيفا إلا لشعر خفيف. على هذا النغم يتم غناء شعر ابن الصمة القشيري. هل تحفظين شيئا لشعر ابن الصمة؟ كيف لا أحفظه؟
وهو حلو كالعسل، ينساب على اللسان إلى القلب كالماء الزلال. وصفك للشعر أرق من الشعر يا جمانة. هيا اسمعيني كي أعلمك إنشاده بصوت خفيف الضرب. حننت إلى ريا ونفسك باعدت، مزارك من ريا وشعباكما معا، فما حسن أن تأتي الأمر طائعا وتجزع إن داعي الصبابة أسمع. قفا قفا وادعى نجدا من حلى بالحمى، وقل لنجد عندما أن تودع بنفسي بنفسي تلك الأرض ما أطيب الربا، وما أحسن المصطفى والمتربع، واذكر أيام الصبا ثم انحني على كبدي من خشيتي أن تصدع. شاب في الباب يريد الدخول عليك الآن يا سيدي. ألا تعلم أني لا أدخل أحدا في مثل هذا الوقت؟ قلت له ذلك لكنه لجوج، جلس وترك أمتعته عند الباب. أهو قادم من سفر؟ يقول أنه جاء من البصرة. إذا لا بأس، ما دام طارق ليل جاء من سفر فأدخل. حاضر. أفسد علينا الضيف ليلتنا. خذي العود واضربي عليه وترنمي بالشعر الذي أنشدته، عسى أن تجدي لحنا يوافقه. هيا يا ورود. سيدي إبراهيم، حمدا لله الذي يسر دربي وجعلني أصل إليك سالما. سلام. آه يا سلام، الحمد لله الذي جمعنا بعد طول فرقة. ماذا تفعلين؟ أنا أنظر إلى هذا البصري، إنه شاعر من الأري. وهو وسيم. ما يهمني من الشعر شعرا، أنا أريد أن أحفظ الكثير الكثير من الشعر، فهو وسيلتي إلى تعلم الغناء، والغناء وسيلتي إلى قصر الأمراء والوزراء. مهلا مهلا يا جمانة. التمهل لا ينفعنا يا ورود، لا ينفعنا، علينا أن نسرع كي نلحق من سبقنا في الثراء والنعيم. آه من الأحلام. الأحلام الأحلام خير زاد لأمثالنا يا ورود، فهي التي تجعلنا نثابر ونصل إلى ما نريد. بغداد حلم كل شاعر وأديب وعالم، فلا عجب أن يأتي شاعر مثلك ليلتحق بمن سبقه من الشعراء. أريد أن أسبق من سبقني يا موصلي. تمهل أيها الشاب، بل أيها الشاعر الصغير، تمهل حتى تكبر وتبلغ مبلغ من سبقك. الشاعر كبير بشعره لا بعمره. أسمع منك صوتا فيه نغمة الغرور، بل الثقة بالنفس. يا سلام، الثقة بالنفس تأتي من شهرة الشاعر ومكانته، وهذا لا يكون بالقول أو التمني بل بالفعل، والفعل يعني ذيوع الصيد وإنشاد الناس لشعر الشاعر. الحمد لله، لأجل هذا أنا هنا في بغداد، أريد أن يذيع اسمي وينتشر شعري في المجالس، أعني مجالس الكبار. لا تستعجل، ويجب أن تخطو بكل بطء وحذر. البطء يعني التأخر أحيانا يا أبا إسحاق. لا بأس عليك يا سلام، فأنا لا أريد لحماستك أن تفر، سأجعلك تنال ما تريد وربما تنال فوق ما تريد. كيف يا سيدي كيف؟ عليك أن تنال تزكية من شاعر كبير. وكيف تكون هذه التزكية؟ بكتاب عليه ختم أم بوثيقة ممهورة؟ لا أحد يمنحك وثيقة أو كتابا يا هذا، إنما تمنح ذكرا طيبا من شاعر فحل يشهد أنه سمع شعرك فأعجبه. وأين أجد مثل هذا الشاعر؟ أنت في مدينة الشعر والشعراء،
وتسأل مثل هذا السؤال؟ لو أني في البصرة لشهد لي أبان اللاحقي وأبو نواس. ما قولك في شهادة بشار بن برد؟ بشار بن برد؟ بشار بن برد لا يعرفني، وإن كان قد سمع اسمي عن طريق الوافدين البصريين، ولكنني لم أجالسه كمعرفة. سأجعلك تجالسه وتصبح تلميذا له. هذه أمنية ليتها تتحقق. الأماني لا تتحقق بلمح البصر، وإنما بالصبر والجد والجهد. ومن يريد أن يتعلم لدى بشار عليه أن يتحمل حدة طبعه وفلتات لسانه. سأكون له خير تلميذ، وليكن لسانه صوتا أو سكينا. أحب فيك هذا الإصرار. والآن يجب أن أعد لك حجرة تقيم فيها كي تكون قريبا مني. إياك أن تقترب أكثر من هذا. لما كل هذا الخوف يا ورود؟ إنه شاب غريب وحيد. أعلم هذا، وأعلم أيضا أنه شاعر جالس العديد من الشعراء وأخذ عنهم، وأنا أريد أن أسمع الشعر منه. هذا لا يبيح لك أن تدخل حجرته وهو وحده، هو العيون حولنا. ماذا أفعل؟ إنه لا يخرج إلى هنا ولا يدور في الحديقة لأنه ليس هنا. ماذا؟ ليس هنا؟ ومن أخبرك بذلك؟ خادمة السيد إبراهيم قالت أن الضيف ذهب مع السيد لبيت الشاعر الأعمى. بشار بن برد؟ من هذا الذي اعترض طريقي عامداً؟ اي انت يا من تقف في وجهك الحجر الاصم، اجبني اجبني. ما هذا الجسد اللدن الطري؟ كانه جسد ثور علف كثيرا ليذبح في صباح العيد. وجه قبيح ولحية كجلد القنفذ. يا أطلق هذه الضحكة لأسمع صوتك. هذا أنت يا موصلي، هذا إسحاق يا ثقيل الدعابة وخفيف الروح. وأنت يا ثقيل البدن ويا خفيف الروح والشعر، يا عسلا في وعاء صدع. من معك يا موصلي؟ أنا وحدي. لا لست وحدك، سمعت وراءك ضحكة شاب. وكيف قدرت أنه شاب؟ لأن الكهول يضحكون كالتيوس. أما الشبان فيغردون وهم يضحكون. تعال أيها الشاب، لا تبقى مختبئا خلف الموصلي. دعني. في ثيابك عبير البصرة، هذا عبير البصرة. لا أكاد أصدق يا ناس، لا أكاد أصدق. دعني. كيف عرف؟ دعني يا موصلي، دعني أسمع صوت هذا الشاب لأحفظه. ما اسمك أيها البصري؟ خادمك سالم بن عمر بن تيم. ها؟ خطر هذا الاسم على سمعي قبل الآن. كنت تتردد على مجلس الأصمعي عندما كنت أجالس، أليس كذلك؟ نعم نعم يا سيدي. تعال تعال يا بصري، وأنت أيضا يا موصلي، لا أحب مجالس الطرقات. أي
أين رحلت بك قوافل الفكر يا جمانة؟ إلى حيث أتمنى يا ورود، إلى عيش رغيد وحبيب لا يغدر ولا يخون، عايش معه في نعيم لا ينتهي. عز المطلب يا جمانة، لا ضمان ولا أمان لرجال هذا الزمان. دعيني في أحلام الأماني ولا تكدري صفو بالي. هذا هو العصر، أظن الشعر القصري سيعود قبل الظلام. حقا شغلك أمر هذا الغريب؟ كل هذا شغلي يا جمانة؟ لم يشغلني غير معرفتي بالشعر. ليس هذا فقط، إنه وسيم رقيق ولا لوم عليك. حسنا يا أبا إسحاق، أسمعني شيئا من شعرك يا هذا لأرى إن كنت شاعرا حقا أم أنك تبالغ وتدعي. مهلا مهلا يا أبا معاذ، لا تدخل الضيف في محنة. محنة؟ إنه امتحان يا أبا إسحاق وليس محنة. الامتحان محنة أحيانا يا سيدي، ولكني سأتكل على الله وسأنشدك بعضا من شعري. وأنا سأفتح أذني وأسمع، هيا قل. أتتني تؤنبني في البكاء فأهلا بها وتأني بها، تقول وفي قولها حشمة، أتبكي بعين تراني بها؟ فقلت إذا استحسنت غيركم أمرت الدموع بتأني بها. تراني بها بتأني بها، جيد، شعر جيد، فيه روح الشباب وفيه رقة وإحساس، ولكن لا تكدر خاطر الفتى ولكن هذه يا أبا معاذ. لا بأس لا بأس يا سيد إبراهيم، دعني أرى عيوب شعري، فأنا لا أجالس شاعرا كبيرا كسيد بشار كل يوم. ستجالسني كل يوم، وستكتب عني ما تسمع مني وسأسمع منك. هذه غاية المنى يا سيدي، صرت تلميذا لبشار من أول يوم. يا سلام. من ضيف سيدي إبراهيم؟ نعم أنا هو. مرحبا بك في بغداد. يسرني أن أسمع كلمة الترحيب من أهل بغداد، أنتم تلفظون الكلام بطريقة رقيقة جدا. وكيف هو كلام أهل البصرة؟ كما تسمعين، أسمع كلاما رقيقا يدل على أن صاحبه شاعر. أما هذه فليست من التخمين والحدس، لقد كنت مختبئة وراء الستر البارحة وعرفت أني شاعر. صدقت، وأني ليسرني أن ينزل بيننا شاعر نسمع منه جديد الشعر. وهل لك علم بقديم الشعر؟ نعم، أنا أحفظ الكثير لأتعلم الغناء على يد سيد إبراهيم. وأي شعر يستهويك، الرثاء أم المديح؟ وهل يصلح الرثاء للغناء أيها البصري الحاذق؟ هيا أسمعني من شعرك. من شعري؟ ماذا يصلح من شعري لجارية جميلة مثلك؟ اسمعي. ظللنا فبتنا عند أم محمد بيوم ولم نشرب شرابا ولا خمرة، إذا صمتت عنا ضجرنا لصمتها، وإن نطقت هاجت لألبابنا سكرة. البيت الأول لا يصلح للغناء، والثاني مقطوع لا يصلح له لحن.
سأكتب لك أبياتا من عدة بحور لتنظري أيها يصلح للغناء. أريد كثيرا كثيرا من الشعر، لأني أريد أن أصبح سيدة الغناء في بغداد. أنا وأنت نحمل نفس اللهفة والاستعجال، كلانا يريد أن يسابق الريح ليصل إلى مناه وغايته. اقترب يا سلم، اقترب، تعال انظر من ضيفنا الليلة. إنه سيد الشعراء، سلم عليه. أبو العتاهية فلا تعجب. سيدي، بل سيد الشعراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيها البصري الذي سمعنا به، وشاء الله أن يجمعنا وإياه. اجلس يا فتى. لا يذكر شعراء بغداد إلا ويأتي اسم أبو العتاهية أولا. الكبار أول من يذكرون يا سلم، وعليك أن تجتهد لتصبح صاحب اسم يذكر معهم. سمعت أنك رضيت بشار بن برد، ووقع شعرك في نفسه وقعا حسنا. بشار لا يرضيه أي شعر، وأنا أريد أن أسمع لأحكم. ستسمع ما يسرك يا أبا العتاهية. سأنشد لكم من الشعر ما يسركم، ولي شرطي. أتشترط علي قبل أن أسمعك؟ حاشا، الشرط على سيدي إبراهيم. لك شرطك يا سلم، سل ما تريد. أريدك أن تغني شعري أو أن تعلمه لجارية فتغنيه. ما أحسن ما اشترطت يا سلم. عندي من تحفظ من أول سماع وتغني أحسن غناء. تعالي يا جمانة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السمع الوطاعة سيدي، حبا وكرامة سادتي. سمعت ما دار بيننا إذن؟ نعم، وسرني ما سمعته يا سيدي. أسمعنا ما شئت من شعرك كي أحفظه. أمن ربع تسائله وقد أقوت منازله، بقلبي من هوى الأطلال حب ما يزايله. رويدكم عن المشغوف، إن الحب قاتله. أحسنت أحسنت يا سلام. أيها الناس، لا إله إلا الله، الدوام لله، لا إله إلا الله، الدوام لله، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أعوذ بالله، أعوذ بالله منك ومن طبلك ومن صوتك أيها الناعي النكير. أعوذ بالله منك، إنها ليلة شؤم، ليلة، بل هي ليلة سعد أيضا. شؤم وسعد يجتمعان في ليلة واحدة؟ أما سمعت الناعية يا هذا؟
من هذا الذي ينعى بطبل وند؟ أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور قد مات. لا إله إلا الله، ولا دوام لغير الله، هذا خبر الشؤم. وستسأل عن خبر السعد؟ ليس مع الموت سعد يا سيدي. بل هناك سعد كبير يا ولدي لمن سيجلس على كرسي الخلافة، ولمن ستكون له المكانة مع الخليفة الجديد. من تراه سيكون الخليفة الجديد؟ محمد بن أبي جعفر المنصور، لقد أخذت له البيعة منذ زمن طويل. هنيئا له الملك والسلطان والنعيم، وهنيئا لمن سيحسن العزاء والرثاء في حضرة الخليفة الجديد. هل سترثيه يا سيدي؟ أيها الأحمق، كيف تسألني هذا السؤال وأنا بشار بن برد الذي يجب أن يكون أول الداخلين للتعزية والرثاء؟ هل أستطيع أن أذهب معك؟ بل يجب أن تأتي معي. اغتنمها الفرصة، انظم أبياتا في رثاء أبي جعفر المنصور رحمه الله، والبس السواد وتعال معي، خذ بيدي لأدخلك إلى قصر الخليفة. أنا أدخل مجلس الخليفة وألقي شعرا بين يدي؟ هذا يوم سعدي. وتقول أنه ليس مع الموت سعد يا كاسر. لما هذا السواد الذي تتصح به يا سلم؟ وكيف أدخل مجلس العزاء دون السواد؟ عزاء؟ عزاء من؟ كأنك لم تسمعي قرع الطبول ونعي أمير المؤمنين يا جمانة. أذهب أنت إلى مجلس عزاء أبي جعفر يا سلم؟ وقد أعددت قصيدة في رثائه. أرجو من الله أن يجعلها فاتحة خير يا سلم، فدخول قصر الخليفة يفتح أبوابا كثيرة، وعليك أن تحسن استغلال الفرصة. إن شاء الله إن شاء الله. السلام عليكم مولاي أمير المؤمنين. السلام على مولانا أمير المؤمنين ورحمة الله. وعليكم السلام. السلام على مولانا أمير المؤمنين. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله. مولاي أمير المؤمنين، هذا سلم بن عمر يريد أن يمثل بين أيديكم ليسمعكم نعيه في مولانا المنصور رحمه الله. عجبا للذي نعى الناعيان، كيف فاهت بموته الشفتان. ليت كفا حثت عليه ترابا، لم تعد في يمينها ببنان. حين دانت له البلاد على العسف، وأغضى من خوفه الثقلان. أين رب الزوراء قد قلدته الملك؟ 20 حجة واثنتان قلدته أعنة الملك، حتى قاد أعداءه بغير عنان. أحسنت وأجدت، وإني لم أرتح لعزاء أو مواساة كالذي سمعته منك. يا فضل بن يحيى البرمكي، اجعل سلما في رعايتك، وأسكنه في بيت من بيوت خاصة أهلك كي يكون قريبا منا. أمرك مولاي. شكرا يا مولاي.
لقد خصني الخليفة برعايتك، فضممتك إلى جملة أهل الأدب وكتاب الرسائل لتكون قريبا منا. قرب الله إليكم كل خير، وأدام الله عزكم ورفعكم فوق عباده يا مولاي. سأرسل بيتا قد وسمت جبينه، يقطع أعناق البيوت الشوارد، أقام الندى والجود في كل منزل، أقام به الفضل بن يحيى ابن خالد. أعاشقة أنت يا جمانة؟ لا أدري، أنا لم أعشق قبل اليوم، كي يعرف ما ينتاب العشاق؟ ينتابهم ما أنت فيه من وجوم وشرود وحزن. هل هو الفتى البصري؟ سلام؟ وهل غيره دخل حياتك فقلبها؟ وما نفع عشق لا يبادل بمثله يا ورود؟ فالشاعر البصري غارق في نعيم البرمك، وحوله من جواري فارس والروم ما ينسيه حتى نفسه. وأهله النسيان دواء لداء العشق، هذا ما سمعته من جارية ذهب شبابها وجربت الكثير. ومن أين يأتي النسيان يا ورود؟ وحولي من سلم ألف أثر، هذا كله من شعره وشعر غيره الذي كتبه لي. الأيام تأتيك بالنسيان، أشغلي نفسك بالغناء واستعدي لحياة غير هذه الحياة. يجب أن تصبحي مغنية لها شأن وسيط، وعندها يرتمي العشاق تحت قدميك. رأيت مكارم الأخلاق ما ضمت حمائله، فلست أرى فتى في الناس إلا الفضل فاضله. يقول لسانه خيرا فتفعله أنامله، ومهما يرجى من خير فإن الفضل فاعله. أحسنت يا سلم، أحسنت والله، لم أسمع أعذب من هذا الشعر. صدقت يا مولاي، شعر سلم له عذوبة ورقة خاصة. ليتني أغنيه الساعة. وما الذي يمنعك يا إبراهيم؟ غني، غني يا أبا إسحاق، ليكون هذا المال كله لك ولسلم ولأبي العتاهية. وي 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 وي، ألا نصيب لهذا الشيخ الضرير المسكين؟ أتريد أن تشاركنا لتنقص من حصص جائزتنا؟ بل يشارككم وفوق جائزتكم زيادة. جزاك الله كل خير يا مولاي، جزاك الله خيرا. خرجنا من حجرتنا للتنزه والترويح من الناس، وانت جعلت نزهتنا هما وغما بصمتك وهجومك هذا. تعود بحجرتي، كنت تعود بحجرتي وتتك وحدتي. اسعي ما تحبين يا ورود وتركيني لهمي. أبعد الله عنك كل هم يا زهرة البستان. سلام، لما أتيت متسللا؟ جئت لأخذ بعض ما أحتاجه من متاعي القديم، وسمعتك وأنت تحدثين ورودا فأتيت إليك ل... لما صمت فجأة ورحت تنظرني بهذه العين المتفحصة؟ لأني أدركت الآن بأنك أجمل من رأت عيني. يبدو أن عينيك رأت الكثير من النساء في دور آل برم. العين تنظر كثيرا والقلب ينظر واحدا، واحدا لا أكثر. من هذا الواحد؟ إنه بشار بن برد، قمر زماننا.
صوتك وأنت تضحكين أعذب من رنين العود وأعذب من شدو سيدي إبراهيم. لا تبالغ، فلا أحد يشدك سيدي إبراهيم، فهو سيد أهل الغناء بلا جدال أو منافسة. وأنت سيدة النساء بلا جدال ولا منافسة. ويلي من لسانك يا شاب. وطيها كاسا قراعا. أنا ضاع. هزارك، أجرني، الشرطة في إثري. ماذا؟ هيا هيا، أنا منك وأنت مني على كل حال. هيا ذهب هذا الزنديق ولم نلحق به، ترى أين اختفى؟ يبدو أن لهؤلاء ملجأ هنا. هيا. جميع الشرط ورئيسهم ذهبوا وخلى الدرب. هناك من يشي بنا يا أبا معاذ، هناك من يستغل غضب الخليفة المهدي على كل من يتهم بمخالفة الدين. أسكت يا هذا، أسكت، لا تبليني، لا أريد أن أصاب بسوء بسببكم، فأنا لست منكم. ألست القائل إبليس خير من أبيكم آدم؟ فتبينوا يا معشر الأشرار، إبليس من نار وآدم نت، والطين لا يسمو سمو النار. اسكت يا هذا، اسكت، لا تفضحني بسبب بيت شعري وقلته وأنا في حالة السك. توارى أنت هناك، أنا سأتدبر الأمر. من هذا الذي شرد نومي في هذه الليلة المباركة؟ من أنت يا طارق الليل؟ أنا سلم، سلم بن عمر يا سيدي. اهلا اهلا بك يا ولد، اهلا يا سلم، اهلا. قل لي، هل رأيت احدا من العسس حول بيتي؟ ليس غريبا ان يكون هناك عسس في دروب بغداد، سؤالك هو الغريب. تفضل، ادخل يا ولدي، ادخل يا ولدي، ادخل. هل عندك ضيف يا سيدي؟ اجل، إنه من الأهل، جاء ليسلم علي قبل أن يمضي إلى أهله. تعال يا هزار، تعال سلم على تلميذي سلم. أهلا. إنه شاعر الفضل والمهدي. ضيفي ليس من أهل الشعر ولا يحب الشعراء. إذن سأذهب الآن كي لا أثقل على الضيف، لأني جئت هنا من أجل المنادمة والشعر. لو أنك تبقى قليلا يا سلام، أعود إليك غدا إن شاء الله. لما ذكرت اسمي لهذا الشاعر وهو شاعر أصحاب السلطة؟ أتخف يا هزار، اطمئن. لا تطمئن لأحد يا أبا معاذ. لم أغلق الباب جيدا. يجب أن نستأصل جذور الزندقة من كل ملكنا، يجب أن ينال السيف أعناقهم. صاحب الشرطة يا مولاي يتتبع أخبارهم، وأظنه قد وقف على الكثير من الأمور. بلغني أن الكثير من هؤلاء يتسللون ليلا ويلتقون في بيوت من يوالونهم. العسس لاحظوا تسللا بقرب الساقية وتابعوا رجلا يعرف بالزندقة، لكنه اختفى في أحد البيوت الموالية. ترى من يسكن في هذا الدرب ويتستر على أمثال هؤلاء؟
يا مولاي أشهر من يسكن هذا الدرب الشاعر بشار بن برد. أرأيت كيف يقع الظن على من نشك بولائه؟ راقبوا بيت بشار بن برد وانظروا من يدخل عليه ليلا. الحمد لله أنك عجلت بالقدوم يا سلم. ما إن جاءني خادمكم حتى خرجت مسرعا وأتيت إليكم يا سيدي لألبي كل ما تأمرني به. احذر أن تقرب بيت بشار بن برد بعد الآن. لماذا يا سيدي؟ إنه أستاذي. أنت أستاذ نفسك، وبشار لا ينفعك بل يضرك، فهو متهم عند الخليفة وعليه عين ورقيب. قل لي، هناك عسس حول بيتي يا سلام؟ لا يغرنك رضا آل برمك عنك، فغضب المهدي يدفع كل رضا وشفاعة. الحذر الحذر يا سلام. أسقيني كاسا قراحة. آه يا ليت. من هذا؟ دعني هذا، دعني. سلم سلم. ماذا؟ جئت لأحذرك يا سيدي، فأنت تحت عين ورقيب، والمهدي يسأل عنك وعن كل من يدخل بيتك. الحذر الحذر، فأنت في تهمة مريبة. الشر قادم، هذا نذير شهم، لا مقام لي في بغداد بعد ليلة هذه. ويلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا ابن عمر، اقترب مني لأحدثك يا سلام. صاحب الشرطة جاءني ليخبرني أن رقيبا لاحظ دخولك ليلا بيت بشار بن برد مع بعض من يتهم بمخالفة الدين. حاشا لله أن أكون من أولئك يا مولاي، فأنا كما يعلم مولاي أزور بشارا كل يوم لأجل العلم والتعلم. أنا أعلم ذلك يا سلام، ولكنني لا أستطيع أن أقنع مولانا الخليفة إذا كثر ترددك على بيت بشار. لن أزوره بعد اليوم، بل لن أكلمه أبدا أبدا. حسن، وأنا سأحاول أن أجعل هذا الأمر بعيدا عن مولانا أمير المؤمنين. شكرا شكرا يا مولاي، شكرا. شكرا شكرا يا مولاي. لا أحد بالداخل. لقد هرب بشار بن برد لا ريب. هيا. كيف هرب كل هؤلاء من بين أيديكم؟ حتى ذلك الشاعر الأعمى بشار بن برد طار على جناح غراب واختفى. وأين شاعركم؟ عن أي شاعر يسأل مولاي رعاه الله؟ سلم، سلم الخاسر كما يشاع عنه. سيأتيكم سلم هذا بعد ساعة، إنه قريب. قريب منك ومن آل برمك ومن بشار بن برد، أليس كذلك؟ يا مولاي، إنه تلميذ لبشار وقد هجره منذ زمن. دعه يقدم عذره بنفسه يا فاطل. سأدعوه إلى مجلسكم الساعة يا مولاي. سلم الخاسر، أكانت لديك أموال فخسرتها وسميت بهذا الاسم يا هذا؟ مولاي،
لقد أنفقت كل ما أردته عن أبي، فقال لي أخي أنت خاسر يا سلم، وأشاع بأنني سلم الخاسر. بلغني غير هذا، فكثير من الناس يقول إن سلما باع مصحفا ليشتري نبيذا. استغفر الله استغفر الله ولا إله إلا الله، إنها أراجيف يا مولاي، وشاعر يشاع عنه الكثير، وليس كل ما يشاع حقيقة. ألم تكن صاحبا لبشار بن برد؟ كنت صاحبه في الأدب والشعر، وفي مجالس يجلس فيها الكثير من الناس. وإن كان قد بلغك عني ما يوجب العتاب، فإني ألتمس العذر وأقول إني أتتني عن المهدي معتبة تكاد من خوفها الأحشاء تضطرب. اسمع، فذاك بنو حواء كلهم، وقد يجور برأس الكاذب الكذب. إني أعوذ بخير الناس كلهم، وأنت ذاك بما تأتي ونجتنب. كيف الفرار ولم أبلغ رضا ملك، تبدو المنايا بعينيه وتحتجب. وأنت كالدهر مبثوثا حبائله، والدهر لا ملجأ منه ولا هرب. فليس إلا انتظاري منك عارفة، فيها من الخوف منجاة ومنقلب. لا بأس عليك، لا بأس، لقد أحسنت عذرا وسنحسن لك العطاء. هذا سيد الأيام يعني، فلقد نلت فيه رضا أمير المؤمنين وجائزته، وقد سمعت من الشعراء كلمات حسد وسمعت كلمات إعجاب. ثم ها نحن الآن معا، لا يكدر صفو عيشنا مكدر، وأنا أريد أن أسمع منك أحسن وأجمل الغناء. حسنا، وهذه هدية لك مني. هيا اسمع.